السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنوضح بس يا شباب ازاي هتسجل على الموقع عشان لو في اي حد بس مع مشكلة بسيطة او ممكن تتحل يعني من خلاله، بدل انا مش هقدر اسجل طبعا كل الناس دي. تمام، انا كنت مخلص كل الشتات، وبس من اول ما بدأت اسجل للناس في 66 شات تراكم حاليا، يعني اللي ما هو ما فيش نص ساعة دي. تمام، اولا بس انت هتدخل على الموقع. تمام، لو الموقع مش راضي يفتح معاك اصلا، تمام، فانت كده عندك مشكلة من الاثنين، يا اما انت محتاج ان انت تمسح الهيستوري، هتدخل على الهيستوري او السجل تمام وهتمسحه، تمام، او ان انت بتكتب الباسورد اصلا غلط. الباسورد ده عشان نبقى متفقين، اول اربع رموز فيها فدول احرف، تمام، دول احرف انجلش. تمام، هتشوف اني فيهم كابيتال تكتب كابيتال، اني فيهم سمول تكتب سمول. لو لقيت فيهم مثلا حاجه عامله زي الواحد كده تمام بالانجلش، فده مش واحد، ده حرف ال سمول. تمام، ده مش واحد. اول اربع رموز دول بيكونوا احرف، بعد كده في ثلاث ارقام دول ارقام. تمام، يعني لو لقيت فيهم واحد فده واحد، مش ال ولا اي ولا الكلام ده. تمام، يعني اول اربعه دول احرف انجلش، بعد كده ثلاثه ارقام، وبعد كده الرمز بيكون في الاخر. تمام، متاكد ان انت كاتب الباسورد صح، تمام، واليوزر صح، وهتعمل ايه؟ اتاكد ان انت مختار ستودنت. تمام، وبعد كده هتعمل لوجن عادي. تمام، هتروح على التسجيل الاكاديمي وهتضيف كل المواد عادي. تمام، الموقع فتح عادي مفيش اي مشكله. تمام، هتروح على المستوى الرابع، هتلاقي في المستوى الثالث في التغذيه العلاجيه، دي زي ما اتفقنا دي مقرر اختياري زي اداره اعمال واحنا مش هنختارها. تمام، هتروح على المستوى الرابع. تمام، هتلاقي كل المواد هتسجلها، طبعا انت ما عندكش اي مشاكل فهتسجل كل المواد دي، هتعمل زائد لكل المواد دي. تمام، في ناس بتقول لي انا مش ظهر لي غير اربع مواد بس اللي هم لحد هنا، فانت لا، انت انزل كده لتحت شويه، فانت وفي المكان ده. تمام، هتنزل لتحت شويه كده هتلاقي باقي المواد ظهرت عادي خالص يعني. تمام، عشان في ناس بتيجي لحد هنا وفاكره ان مفيش مواد تانية، يعني لا، انزل لتحت كده شويه هتلاقي باقي المواد ظهرت معاك. تمام، هتضيف كل المواد من علامه الزائد دي. تمام، وهتنزل لتحت عند توقيع الطالب وهتعمل حفظ. تمام، بعد ما عملت حفظ كده انت سجلت موادك على السيستم، بعد كده هتطبع استماره التسجيل، هتروح على استماره التسجيل. تمام، بعد ما رحنا على استمارة التسجيل هنختار كلمة طباعة، كلمة طباعة دي تمام اللي من فوق هنختارها. تمام، وهتعمل سيف از بي دي اف. تمام، كده انت سجلت وحفظت الاستمارة. تمام، في بعض التليفونات مش بتظهر فيها سيف از بي دي اف، فنشوف حد تكون بتظهر عنده ونحفظها كبي دي اف، ولو مثلا مش ظاهر عندك جرب مثلا من على لاب، ما لقيتش حد ومش عارف تحفظها فخلاص ابعت لي وانا هحفظها لك ان شاء الله. تمام، وكده نكون خلصت.